حماية منها. جميل يعني تكلمنا جميل. بشكل مختصر عن هالأمور اللي الكل يحتاجها. أول شيء والاختراقات أيضا كيف تحمي نفسك منها. أول شيء أسأل الله التوفيق. كل واحد لابد يكون عنده مسألة مهمة جدا قبل كل شيء، يراقب ربه في المسائل الإلكترونية، لا يروح عند مواقع مشبوهة سواء فكرية أو سواء كذلك سواء ليست جيدة يعني مع مجتمعنا. لذلك الأمور اللي ترد للمحاكم بشكل عام أو للمحامين بشكل خاص ترد لهم بما النصب والاحتيال أو الابتزاز أو التحرش أو كذا، لذلك الواحد سلام. لذلك الواحد لابد أن يكون يحمي نفسه إلكترونيا وقبلها يحمي نفسه فكريا وعقليا وذاتيا. جميل. من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية أنه يبين كل شيء، أي واحد يصير له مصيبة لا قدر الله أو أي ابتلاء لابد يكون يروح لشخص حكيم أو شخص يثق فيه بعد توفيق الله ويبين له هذا الجزء، وبعدها يتم فيها معالجة هذا الشيء، لأنك أنت داخل المشكلة لن تحل شيئا، بالعكس راح تزيد الطين بلة. وهذه هي المصيبة دائما تصير، إن الواحد داخل المشكلة ويتخذ قرارات أخرى تعود عليه بالضرر الأكبر. أما بالناس من ناحية، هذه رسالة للناس اللي تعرضوا للابتزاز. نعم. إنه مهما كان قوة واللي بين يدين المبتز. نعم. لا ترضخ ولا تستسلم. نعم. والتجأ للجهات المعنية، الجهات الرقابية، الجهات كذا، كذلك قبلهم تتجه إلى شخص حكيم يرشدك على الطريق الصائب والسليم. كذلك راح يتم التعامل معها بكل سرية. نعم. بسرعة أيضا، لأن نعم. أحيانا يكون في تهديد. نعم. وابتزاز. صحيح. أنه بالفضيحة أو شيء لا سمح الله. نعم نعم صحيح. كلامك سليم. أما الجزئيتين اللي إما ابتزاز جسدي أو ابتزاز مادي، وهذا هو اللي هذه من أنواع الابتزاز. نعم نعم. ثم بعد ذلك تأتي على أيقونة النصب والاحتيال، أمور الأموال. عندنا كذلك في الشركة عندي أيقونة عن المسائل اللي تختص في النصب والاحتيال أو في أخذ الأموال بطريقة غير مشروعة. لأن بعض الناس الآن، وهذه من الاحتيالات اللي موجودة الآن، يأتون لشخص يقولوا لي يا فلان تعال بسجل عندنا وبنعطيك سعودة أو بنعطيك هذا، وهذا طبعا مخالف للنظام جملة وتفصيل. لكن يقول أنا جالس في البيت يجيني 1500 3000 أو 500 أو أي كان مبلغ، يقول أنا جالس في البيت وهذا الشأن. ثم يتم استخدام اسمه كسجل تجاري ويفتح له فروع ويفتح له حسابات ويتم تمرير الأموال لعدة أشخاص حتى تصل إلى السارق. فعلشان نصل إليها بعد فترة من البنك المركزي والأدلة الجنائية والشرط تصل 8 شهور 7 شهور بعضها إلى سنة عشان تصل إلى السارق أو إلى الإحاطة بالسارق. لذلك دائما لا تعطي أرقامك السرية أو أي أكواد إلى أناس لا تعرفهم، ولا تستخدم كذلك التقنية فيما لا يصلح. قبل فترة قال لي واحد، قبل يومين قال لي واحد إنه